صحيح. طيب خليني كابتن احمد اروح للاستاذ فتحي. استاذ فتحي، في الاونه الاخيره حسام حسن خد الفرصه، قدر يثبت ذاته من الاجيال المديرين الفنيين فعلا الواعده والمرشحين كمان بقوه لقياده الجهاز الفني للمنتخب الوطني. علي ماهر خد الفرصه اثبت نفسه ونجح. مؤخرا مع الجونه رموز الشابه جدا رضا شحاته ادى بصمه قويه جدا في القوة مع الزمالك قيادته في هذه المباراه. هل في ظل هذا البيان اللي اخرجه اتحاد الكره وان تم تنفيذه هيظهر لنا اجيال جديده عندها فكر ويقدر يبقى عندها اثبات للذات في هذه المباراه، ولا هنستنى للصفقه حين كل حين واخر يطلع لنا مدير فني متميز مره ثانيه على اعوام متفرقه؟ الكره في مصر يعني، وكانت الفوضى والعشوائيه اللي كان بيمارسها اتحاد الكوره يعني المدرب الذكي المدرب الكابتن احمد ثاني هو معانا على التليفون. يعني ايه مدرب؟ هو امتى المدرب يبقى شاب وامتى المدرب يقود؟ هو احمد ثاني ما ينفعش يقود فرقة كبيرة اهلي زمالك منتخب مصر مثلا يعني. هو امتى هيبقى هو لازم يبقى عنده 70 سنة عشان نرشحه نقول للكابتن حسن شحاتة بقى مدرب والكلام ده؟ ما نبص حوالينا، احنا محتاجين مدربين شباب فعلا. هقول لسيادتك على حاجة، اتفضل. الفكر الشبابي النهاردة في كرة القدم هو اللي هيجيب نتيجة. ما ينفعش انا فتح سند النهاردة يحلل كورة النهاردة تغيرت خططها وبرامجها، وفتح سند كان بيتفرج على كرة الستينات والسبعينات ملهاش علاقه بما يجري في العالم النهارده كله. انا بقول ان الفكر الشبابي الرياضي الكروي النهارده متابع ومتطور وعنده فكر وعنده طموح. ما ينفعش هذا الجيل يختفي لمجرد ان في مجموعه مدربين بتنتقل في الدوري، ست سبع مدربين لم يثبت حد فيهم نجاح بصراحه يعني. يعني انا النهارده دور المدرب ايه؟ ان انا بحضر فريق، بصنع لعيبه، بقدم فكر جديد، بقود فرقه، ده المدرب. لكن انا النهارده بتفرج على الست سبع مدربين اللي مش محتاج اقول اسمائهم كويس، هم اللي بينتقلوا دول فعلا مفطسين اجيال شابه ينبغي. بتتكلم عن حسام حسن، حسام حسن 54 سنه واخد بالك ايه يعني؟ مدرب شاب، مش مدرب شاب ولا حاجه. تبص لبطوله افريقيا حتى مدرب مدغشقر كان عنده حاجه و30 سنه حاجه و40 سنه، ما وصلش 40.